مرحبا، رحب بيكم اجمل ترحيب بسوالف اهلنا. سؤال اليوم بسوالف اهلنا يقول شنو اقرب شيء صار وياك بحفل التخرج؟ تعال نشوف اراء الشباب بهالموضوع وبعد راجعين حتى نكمل. جيجين لك عموري. شنو اغرب شيء صار وياك بحفل التخرج؟ استاذ مصطفى، والله بالليل وديت ملابسي المكوى. حلو. فرحت للصبح لقيته معزل. حلو. تخيل غلست على السفر ورجعت للبيت. رجعت للبيت. الحل الوحيد. شكرا. كيات منك. نلتقي بغير حفل تخرج ان شاء الله. كنت محت مرحله خامسه في البدله على اللي قاعد على الكنتور. قعدت الصبح لقيت اخوي لابسها وطالع وما رحت للحفله. هنا بهاي اللحظه اخوك لو باقي فلوسك ولا باقي البدله؟ مو لو ما اخذ مني. تحياتي لاخوك. شنو اغرب شيء صار وياك بحفل التخرج؟ كانت عندنا دخوليه من الطلاب فانا تاخرت عليها، مجرد بس ساعدت على الستيج ما لحقت على الدخوليه يعني. ليش؟ اخرت في المركز بطريقه يوم احد وازدحامات كلش قافله. اغرب موقف صار وياك بحفل التخرج؟ تاخرت بالصالون لانه هواي عرايس كانوا موجودين. لو رايحه بزف احسن لك. حرامات فاتتني. مشتاقين شلونك؟ مرحبا شباب، هي حياتيات. شلونك؟ شلون حوالي؟ شلون صح؟ شوف انا ظليت قاعد للستة الصبح، حلو؟ مكاوي الملابس، مسوي التسريحة، طب اخذتني النوم، الساعة ايش قد قعدت؟ بالأربعة. أغرب موقف صار وياك بحفل التخرج؟ اشتريت قاط بالليل. ايه. أنا كاشخ وحذائي جليد، مرتب، حتى الصبح قعدت الحلاق ايش اسوق لي؟ اتوقع بيتهم بالبياع واحنا بيتنا بشارع فلسطين، اجى الحلاق من البياع شاف الصيام وش اسوق لي؟ زين. شي ارتيب طبيت للقسم بعدنا ما رايحين للقاعه. ايه. ايه ومطر الدنيا يعني شيء تنقط، مو مطر يعني تنقط. ايه. قاع طينه. ايه. انا ما ادري جيت سيارة ما اخذتني الهيبه القاط. ايه. تحت الباب وانزل لك ويا نزلتي هاي ويا نزلتي ترندعت. انا مترندعت ظليت نايم واضحك. شو نسوي؟ وين روح؟ قل لي القاط شلون؟ فهمني القاط وين يروح؟ الحذاء وين تروح؟ خسرتني اثنيناتهم. وصلت وياكم الختام سوالف اهلنا، شكرا لكل الشباب اللي شاركوني هالفقره. هسه اقول لكم باي باي. جيجين خوش حكي احلى نحكي.